الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب نقد الضفائر. باب ديزون كونتي كيسو إنزا أيوان كان جنبا بوهاي لكوني فاسي ميكي حكونتي. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند، قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت عن كربو دقى الداهر دقى أم سلمة ما تروى صلى الله عليه وسلم إتتتي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ناتم بيمن الله سينتي يا رسول الله يا من زال الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي يا من زال الله لما تشيد نكي دوري أكيسون كينا أفا أنقضه لغسل الجنابة إنزي وانك جنابة سينا كونشي كيسن. فقال لا سي من زال الله يقول إنما يكفيك أن تحثين عليه ثلاثة حثيات من ماء أي شيء بروادك قرى رسوله ثم تفيدين عليك الماء سأنك زبر واجكيك وتطهرين كنغم وانكاكينا كين فاركيكينا أو قال فإذا أنت قد طهرت تو أولا سيأكا تيبا جيتا كون تي كيسم با تو كيسو أكا تيكو تو وان إرين كيسو كيسن إيه كيسا غاشي دا غاشي مانا كيسا غاشي كاي ba igiya aka saba ba ruwa ba aka saba eh to in za a cuccuda a buga ruwa ya shiga ko ina ba sai an kwance ba ko wannan hadisi abin da yake nuna wake na ko hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an abi bakr bin abi shayba wa ghayrihi an ibn uyayna wa abdullah ibn rafi'in huwa maula ummi salama yukna aba rafi'in tare da la'akari da irin gashin su fa gashin su daban da gashin bakakin mutane daban ba haka bane ba ba kowane hukunci za dauka ba kowane hukunci zai yi musu daidai kuma yayi maka daidai ba ko yayi miki daidai ba ko eh qala al imam al amal ala hadha inda ammati ahli al ilm yace malamai mafiya malamai daiwa cikin malaman ilmi masu ilmi sun ce anna naqd al dhafair la yajibu fil ghusli idza kana yatakhallalu hal ma kunta kisu ba wajibi bane in za a yi wankan janaba in ya zama da sharati qaid idza kana yatakhallalu hal ma hadha qaidun muhimmun shartun in ya zama na ruwa na shiga ko ina sharin kenan ko in ruwa kuma ba zai shiga ba fa sai an kunci wa in kana shallu qawiyan bi haythu la yatakhallalu hal ma فيجب النقد اي ان gama da wannan ko limaru ya nabi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahta kulli sha'ratin janabatu faghsilu ash-sha'ra wanqu al-bashara wanda yake wannan hadisin da'ifi ne wa huwa gharib al-isnad wa dhahaba ibrahim an-nakhai ila anna naqd adh-dhafair wajibun bi kulli halin sheje kowane hali a kowane hali ma wajibi ne sai an kwance gashin أما إبراهيم النخعي مذهب شكرا باب ميتي غسل الحيض أو غسل الحيض لماذا قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم
وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت بالسند المتصل إلى عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض جاءت امرأة وتماتا تزوج من الله صلى الله عليه وسلم تنا تنبين شدنغني دوانكن حيلا فقال سيما زو الله تي خذي فرصة من مسك فتطهري بها كي توكي أودغا خوصم ما كو أودغا كسا التراري أتكي فتطهري بها كي سركي دا أودغا فقالت كيف أتطهر بها يا زن يسركي دا أودغا كوكو دا تراري قال تطهري بها إيجي كي سركي دا شيدا إتا قالت كيف أتطهر بها بنا بتسين دا ذاتي بكينو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كلمة يقال عند العجب عند التعجب عند العجب عند تعظيم الشيء سبحان الله واستتر بثوبه تطهري بها شيروفي فزيتي كيسر كيدا فاجتذبتها نانا عائشة سيدتي سينا كامت أنا جاوتا وعرفت الذي أراد الناس أبن منزو الله كيمفي فقلت لها سينتي متى تتبئي بها أثر الدم برنانشي أكي يزاكي منكو ينشي أي باوانكا أكاشي كدو كي أمتراري كي ببدي إند هاي لنجيني يتتبع يمسبو دكارنين يمسبو دكارنين جيني سانا سيكي وكا توافر أمتا سوءك بتتبع سنو ميه ليفينتا bari taba sanin haka ba bari taba jin haka ba kuma a ce a dauki auduga da turare a yi wanka ya zai kina to shine nan Aisha ta jawo ta tace abinda ake nufi ki dauki su umma ko ko auduga ki tsoma a cikin turare ko ki samu abu mai kai yanzu ta ce sai ki feshi inda jinin hailan ya tattaba saboda dauki karni ki je ki wankan ki ya'ni al-farja hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun عن يحيى وأخرجه مسلم عن أمر الناقد كلاهما عن سفيان ابن عيينة والفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره أخذت من فرست الشيء أي قطعته فرست الشيء أي نا ينكش ويقال للحديد التي تقطع به الفضة مفراد ومعناه فرصة هي مطيبة بمسك أو دغادا أكا سا مشي مسكي كي تتبا وجن كي شافا وجن شكينا ويروى خذي فرصة ممسكة كي أوكي ثم كوس أو دغا ود أكا سا ما أو مسك يعني تأخذ قطعة من قطن أو صوف مطيبة بمسك فتتبع بها أثر الدم لقطع رائحة الأذى فإن لم تجد مسكا فطيبا آخر mai sa miski ban duk turaren da yake sai ka fisa shi kenan wa qala al-qutaybi mumassakatun ay muhtamalatun yaqulu tahammilinaha ma'aki tu'alijina biha qublaki ki dauki abu da ku duk sanin haka bukata haka ya tsaye shi kina gama hailan ki kike dauki turare ki fisa a wajen giwon ka shi kenan kuma ya gama kenan taqulu al-arabu masattu kadha bi ma'ana amsattu wa tamassattu wa ankara an yakuna al-murad minhu al-misk لأنهم لم يكونوا أهل وسع يجدون المسك فعلى هذا المعنى قالوا تكون الرواية فرصة من مسك بفتح الميم أي من جلد عليه صوف مسك فاتك جينا تيواتو ونكتي من مسك عيدو لو كتي مباكوة كينا قلنا ذات سيمسكي باياتو يازا ايكينا أكتي دي أبن أكينا في تريبي أمي كانشي لو كتي انتفيسا أوجا بالا ليسي مسكي بقو أمي كانشي تراري مي كانشي زائفيسا سبتا كيرن دغ الدين المسلمي قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم ابن جعفر
قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سلام ابن سليم سلام أو سلام سلام السلام ابن سويد ابن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أسماء تاشي وجم من زعل الله ستتي يا رسول الله يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل إهدانا إذا تطهرت عن المغيب إن أيام تيسر كيدك حيلا يا ذات يوانكا قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ وتغسل رأسها ستتي بروا تجيتي الولا ستتي وينك كفت وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها تتشودا حرسي روايا كي كنفاتا كنتا ثم تفيض على جسدها سعلا تنزب روا أجكنتا ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها سعلا تدوك في شنت تراريت في فيسا قالت يا رسول الله كيف تطهر بها يا مزو الله إذا تتركي تراريكما فقالت عائشة فعرفت الذي يكني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سن أبند منظم الله كيبو يهيك مجتنايا إن باسي باسي فأ قالت فقلت لها تتبعي أثار الدم شيئا جمتا كيبي إند دجنية تبعن يدان تنتقى تراريكو كشافة تراريشي كينا غسل الحيض وان كان جنبا أي وان كان حيلا غسل الحيض وانكي ور أي أي وان كان يا بيان يندا أي وان كان إيه شيء كنا طيب باب غسل الرجل مع المرأة باب ديزونا بيان متنزي وانكا تارينا ما تسا يا هلتا يا هلتا قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة قالت أنكربونا أنا عائشة الله يكرمك داتتي كنت ناكسنجي نيكيما الكناية ترجو إليها أغتسل ناكسنجي إنا وانكا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ضمير الفصل هكذا تكون العربية أسكن أنت وزوجك الجنة أليس كذلك أنا ضمير الفصل كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه ni mun ina wanka tare da manzon Allah a cikin mazubi daya tsakani ina gefe ina gefe ruwan na tsakanin mu fa yubadiruni fa aqulu da'ali da'ali sai ya riga ne ina dai ba sai ce abar min abar idi ba bar ne qalat wa huma junuban wai kai na Aisha daraja hadha hadith muttafaqun ala sihhatihi to hadha hadith muttafaqun ala sihhatihi kaga an kulle kuhufin duka kenan gashi ne daga nana Aisha ne kuma ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadith muttafaqun ala sihhatihi rawahu al-bukhari wa muslim ba yadda zakai wannan magana ta gama an gama da ita kenan an wuce nan to sai ka zo in kana so ka rusa magana sai ka fara bukhari da muslim masuwaye me hadith da ke susuwa ne ne ma tukunna da zaka to kaga ka bata masalan kenan daga nan kuma sai ka daga yashi kaza 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 to kana rusawa kana hakka je kana ka rusa addinin kuma manufar kenan
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأخرجاه من أوجه عن عائشة ومعاذته هي معاذة العدوية الزاهدة من هد الدنيا. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة بالسند المتصل إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ومن قدح يقال له الفرق. الفرق مسائي أكير ممدي ومشاهدي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان عن الزهري قال سفيان والفرق ثلاثة أصوع فيكون 12 مدا ووزنه 16 رطلا والفرق مفتوحة الراء. أنجكو؟ سي أديم روح أسكا سكاين سنا وانكا مجد ميجن تسنا وانكا واني سا هنو يئيبا واني سا هنو يئيبا وانيني واتشيتي درجة تتكي تتيا ونما سيطة ردا منصر الله الدنيا ككبا كده سيما تسا سيما تسا ما ترمتو ارمتو تنار درجة نقوبان تشيما ينا ستنار درجة اما سر متو كما ما تسا ba haka bane ba sirrinsa da mutuncinsa da komai ma yana hannun matarsa ba haka bane ba saboda matarsa ta isa ta gasiraicin shi banda matarsa kuma ba wanda ya isa to duk wanda ya isa ya gasiraicin ka ya kai kululuwa a cikin daraja a wajenka in ba tilas ba ne an fahimta babul wudu'i bi fadlil ghairi babin da yazo na yin alwala da ragowar ruwan da wani yayin alwala ko wanka ko alwala yi za a iya dauka wannan ruwan ayi alwala ko ba za a iya ba za a ji ko qala akhbarana abu al-hasan ash-shirazi qala akhbarana zahir ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab an malik an ishaq bin abdullah bin abi talha عن أنس بن مالك أنه قال أكرمونا قال أنس بن مالك شيئتي رأيت ناغني صحابين بغني ببزيك اليابا شيسا أنس مسألة سأنقما ديت صحابين من درجة وجمع زم الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إتنا جمع زم الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر لوكة صلى الله عليه وسلم ياكي فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا متاني سكا نيمي فالتمس الناس الوضوء بفتح الواو ما يتوضا به الوضوء بالضم عملية الوضوء فلم يجدوا بأسامر وان الولا با فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء سيأكا ومنزع الله وان الولا أتك مزبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannunsa a cikin wannan ƙwarya din ko kuwa mazubi din inda ruwan yake summa amara nasa an yatawaddau minhu sai ce kowa yazo ya alwala a ciki zamu ga istinbati ko da manzo Allah ya saka hannunsa mai albarka a ciki sai ruwa na bulbulowa kamar idan ruwa na yawa sai ce kowa yazo ya alwala wannan yazo ya diba wannan yazo ya diba wannan yazo ya diba nayi alwala da ragowar ruwanka kai alwala da ragowar ruwana yayi alwala da ragowar ruwan shi ba haka bane ba qala fara'aytu al-ma'a yanbu'u min tahti asabihi sai naga ruwa na bulbulowa karkashin yatsun manzo Allah masa albarka fatawadda an-nasu hatta tawaddau min indi akhirihim sai kowa yayi alwala to shi kuma yace babul wudu'i bi fadli al-ghairi كيف نستنبط هذا العنوان من جسم الحديث؟ هنوه أما إكشياسا أنو نتار روح
ruwan da bulbulwa ta hannunsa. Bar mu kama da wannan tukunna, manzo Allah ya saka hannunsa ne, ba ya saka ya alwala ba, a ce yana alwala ba ne, ya saka hannunsa ne mai albarka saboda mu'jiza. Babu ruwa, aka samu ɗan kankance, manzo Allah ya saka hannunsa mai albarka a ciki, sai aka ga ruwa na bulbulwa a ina, ta hannu ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya ce kowa ya zo ya alwala, ka zo ka ɗiba ka yi alwala, kana ɗiba ka kowa na ɗiba. To ya aka yi, wannan ya rage ma wannan, wannan ya rage ma wannan, ma'ana na yi alwala da ragowar ruwan ka, ka yi alwala da ragowar ruwa na haka, aka yi har aka gama. Masalar ta fito. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري أما عن كل أم مالك قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء شاكاو مزبيمي فادي أما باشد الزرفي سوسي فوضع أصابعه فيه قال أنس شيء منذ الله يسكى هنس إياس سما سؤال بركة أتكين روح قال أنس يقول فجعلت أنظر إلى الماء فجعلت أنظر مباشر كسر من الله يقول كريا يقول كريا ينبق من بين أصابعه جونك سوكي أنس كاس سوكي أنس دا كراما دي رويتو نمو صلى الله عليه وسلم كي. قال أنس فهزرت من توضع ما بين السبعين إلى الثمانين أنا سيتي سينا اللي سافي نلو رانكير وإن سكي على ولا سكان متون سبع إن زوا متون ثمانين سكي على ولا دو النروة هذا حديث متفق على صحته متفق على صحته باب وند إسيتي ونا حديث هو بإنجلتا أخرجه مسلم عن أبي الربيع سليمان ابن داود العتكي عن حماد بن زيد الرحراح الواسع الصهن القريب القعر أبو ميفادي أما باهد الزرفي قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول أبلا يا عمر يا كسر جينا فرنشيوا إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا مزاد ما تاسنا أدوانا زمان من الله صلى الله عليه وسلم باكي باوي مزاد ما تاسسا حن وجي با مزاسنا هدواسي ما تاسنا هدواسي. هذا حديث صحيح هكا أهل السنة هكا سنة كي تفيا إن كرنت حديثي كو آية ليش يجي مكا دهو to sai ka kalli da wa kake magana, kana magana da manzon Allah ne, sai ka binciko ma'ana a cikin kokolonka ko zuciyarka, in kana da lafiya da imani sai ka samu kalmar da tafi dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko addinin musulunci ko zamani. Amma in ka shiga da zuciya mai duhu, duka shiga kenan, ka tafi kenan, ba ran da zaka dawo. Don an ce fi qulubihim fazadahumullahu sihatan فزادهم الله شيكل با يلد ذا با رند ذاك تبسام الله فيها الله يكيه. باب الوضوء بفضل المرأة باب الديزونا ين الولا درقو وروان دمجتي الولا كوتي وانكا تارغاية تاشتجتي بروتي وانكا سورا رقوان لكي تكيبوكي تكوروبا shi ma sai ta so zai wanka, ta ce ai na yi wanka da ruwan ragowar ruwan da na yi wanka ne. To me ya samu ruwa? Akwai abin da ya samu ruwa? Ba abin da ya samu ruwa. Ka'ida ruwa mai tsarki wanda ake alwala ake shi ne mai mutlaqul ma'i. Ina mana mutlaqul ma'i? Mutlaqul ma'i sai ka ce ruwa.
ina ma ran mutlaqul ma'i ruwa me yasa aka ce mishi mutlaqul ma'i ba akai yaje shi da wani abu ruwa in aka sa mishi ya zama sai ka ce ruwan koka kula ruwan shayi ruwan kunu ruwan katalge ruwan kaza duk wayannan kuyudin babu su sai ka ce ruwa ba shi kenan ba kowa ya san ruwa aiko قال اخبرنا عبد الواحد ابن احمد الملهي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال اخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس عن ميمونة قالت ميمونة رضي الله عنها ما تروى من زال الله صلى الله عليه وسلم قالت تجي أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نيد من زال الله صلى الله عليه وسلم جنبا تاكاما فاغتسلت من جفنتي سينجينا يوانكا أجك مذبي رواده كي أجك مذبي جفنا كمان كتي أكوشي كوان أبلو كتي نكومي أنا زبا يزكومي يا زمان روبا ko da shi kace cikin mazubi shine fi sauki wa fadala fiha fadlatu da lai wanka da ruwan da ke cikin bokiti ko roba ko menene da zuba kowa ya san wanka da in aka ce kai wanka cikin daru ko cikin akushi ko cikin bokiti ko ba cikin ruwan ka shiga da kafafunka kana wanka kana zuba ba a'a kana tsaye gefe ne ka debi ruwa ka zuba ka debi ruwa ka zuba duk abin da za a shi a ce ai wani abu ya taba jikinka ya fada a cikin ruwan to in mutum suka tsaya shi da matarsa suna wanka ruwa na tsakiya ya za a yi a gama wankan ruwa bai taba a ciki wa fadala fiha fadlatu فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا سَيْ مَنْ زَعَ اللَّهُ زَيْ وَنْكَا دَرَقُوا رُوَنْ دَنَيْ إِنْ فَقُلْتُ سَيْنَتِي إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا يَا مَنْ زَعَ اللَّهُ أَيْ دَايُ قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَيْمِكْ مِنْهَا دَقَ رُوَنْ بَعْتِكِنْ رُوَنْ نَشِكَنَا يَوَنْكَا كو قالت قد اغتسلت منها قالت فاغتسل سيما زال الله يوكسا وقال سيما زال الله إن الماء ليس عليه جنابة أيروا شبا يا جنابة كنا هذا جنابة كين كين سارك روان كمين هذا كنا هذا سارك روان هذا سارك بحق بني با يا زا أي كي كزوروا يا سارك كي كشتان نشيروا با يا سارك كي يا سارك كي كا سيشي زمان جسا زي يوحكا ba zai taba yiwuwa ba haka shi ma yana nan ruwa yadda yake ruwa qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun wa ikrimatu huwa abu abdullahi maula ibn abbas sai ce wal amalu ala hadha inda aksari ahli al ilm annahu yajuzu istimalu fadl tahur al mar'ati lil rijali yace ya halatta ko wan nisa'i jami'an وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المراه ويسكتي سمكر حتى كزو امجتا ارو ولن تكو وانكا كزو كاي كدوكي سترغو روو cikin roba din kai وهو قول احمد واسحاق واحتجوا بما روى عن الحكم ابن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه وان حديث ضعيف وكان ابن عمر يذهب الى ان النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض والأكثرون على جوازه ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم ابن عمرو وإن ثبت فمنسوخ أيكون غانيكو ديجد زاي أسامة مشرع مسلم جي مفتا كو أسامة منزو الله صلى الله عليه وسلم أبن زي كارمة تنشي كو إيالان سا كو سامة أبن أكي باب مصافحة الجنب ومخالطته كو باب اللي يزونا اما تقول هذا جنب يا حالة اي مصافحة دشي كو اي بغيا دشي اذونا اتشاء بنشي اي تهيرة يا حالة كو بي حالة تبا قال اخبرنا عبد الواحد ابن احمد المليهي
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال يجي أنكر بودك أبو هريرة يجي لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب لقيني فعل ومفعول كنا رسول الله فاعل كنا وأنا جنب فتقول الواو واو الحال أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا جنب خبر للمبتدا ومرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قالوا رفع المبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا فار مبتدا فارك ما قال هذا مبتدا شين إساءة كمش رفع لاباري فا ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا لاباري شي مبتدا عامل الرفع فيه أنفا إمتلا ربتنكو سيكتي والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كوني جنبا لماذا؟ لأن الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال لأن النكرة أحوج ما تكون إلى الصفة مفهوم؟ فأخذ بيدي لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد سيكا مهنونا مكا كيسا سينا بيش مكا جي حر سينا منزو الله يزونا فانسللت سينا يمي فانسللت سينا سلالي سينا شيكا نتف فأتيت الرحلة سينا جي فاغتسلت سينا جي مزا مزا نيوانكا ثم جئت وهو قائد سألنا ساكدا وهو قائد مثل وأنا جنب الإعراب وهو قائد هالك ستوش ينازوني فقال سيتي أين كنت يا أبا هريرة دم الله ونن درجة أبو هريرة سامو دزو كان سنك ربا كاي مش عادل تي الله زيك عليك أين كنت يا أبا هريرة يا أبا هريرة ina kasance ne da zuwa ga kuma yanzu ban ga ba sai yanzu wa qultu lahu kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala janaba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah innal muslima la yajus subhanallah at-tasbihu تقال عند التعجب وعند التعظيم وعند دؤب من جرما من سيئة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هل أنت الصمد كسد سركك الله سنجي تسبيه سنجي سبحان الله sai kace to ai sun gama sai kuma me aka ce a je ka gaba yusabbihu lillahi ma fi samawati fi'lul mudari sabbaha fi'lul madi yusabbihu fi'lul mudari wal madi yadullu ala al mudi wa yusabbihu al mudari yadullu ala madha as-subuti wat tajaddud as-subuti wat tajaddud mudari yana bacci yana zaune yana sallah ma'ana yana yi ba wai ba suna bane balla a ci shikenan ya tsaya ke a yana yi yana kamar subhanallahi kana tasbihi yuharrikuha yana motsa yatsin ba haka zai tayi har ya sallame ba al mudari'u yadullu ala dawam wa tajaddud mafhum so sai aka ce yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi ana yi yanzu to ai suna yi ina to me me mai lai aka ce sabbih isma rabbikal a'la kai ma kai wa'anda suka yi sun yi wa'anda suka yi kai ma kai sabbih isma rabbikal a'la fa sabbih bismi rabbikal azim
kowa ya hadu ciki kenan ko to sa'an na kace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu alaysa kadhalik to sai abu hurairah ce ya manzo Allah ce abu hurairah na kake ne dazu don Allah manzo abu hurairah bai saba da manzo Allah ba wannan magana magana ce ta me yana ganin shi kama hannun abu hurairah Abu Hurairah zai iya kama shi Abu Hurairah yana ganin cewa yana da janaba bai isa kusanci manzo Allah ba zai mika masa hannu to manzo Allah ya mika hannu sai ka kiya da ya samu dama manzo Allah ya zauna ai zai saki hannun shi shi suna le shi ka je wanka sai ya dawo Abu Hurairah ya aka dazu na ganka koya ba ganka ce ya manzo Allah dazu ina da janaba ne shi yasa bana son na kusance ka sai manzo Allah ce subhanallah Abu Hurairah har yanzu fahimtar ka kenan innal mu'mina sai wannan yace innal muslima wa fi riwayati innal mu'mina la yajus la hayyan wala maytan ai mu'mini ba zama wanda ta sa ko a rayu ko a mace akwai bambanci wanzu Allah ya ba shugabanci kadai zo ya rayu ba ya zo ya shiryar da al'umma ne cikin hanyar shiryar wanda ya kama hannunka ku gaisa ya yi sallah tare da kai ku ci abinci tare ku je yaki tare da mu shi ne ayyukansu duk suna cikin aikinsu to kai kuma shugabanninka kuma fa innal muslima la yanjusu mama na innal muslima tabbas lallai dahir babu ko shakka musulmi baya zamowa najasa to za a kayyade da ra'ayina a rayu ko a mace eh ko ko mutlak ko musulmi ko a rayu ko a mace ba zai taba zamowa najasa eh a rayu ko a mace eh ba haka muka fada ba me muka ce eh eh mutum ya mutu imanin shi ya kare kenan musulunci ya kare kenan yana tare da shi a lokacin ma yafi bukatan imanin a lokacin yafi bukatan imanin da musulunci duk lokacin bukatan su kenan duniya wani abu zai shagalar da kai wa ayyashun huwa ayyash ibn al-walid ar-raqam abul walid al-basri don Allah Abu Hurairah ya samu wannan daraja suna ta kai kawo da manzon Allah ka zo ka ce mishi ai baka yi mishi adalci ba ko tunda aka yi tarihi ana yin wannan tunda aka kafa farkon kafa shi an ce har zuwa yau babu wanda ya taba caccakar sahabbai ya gama lafiya za ka gansu larabawa ne farare ne na Lubnan ne larabawa ne na Suriya ne larabawa ne na Iraq ne larabawa ne na Iran ne shi'a su ne shi'a Furs daulatul Faris kenan farare ne amma kana kallon fuskar mutum za ka babu haske na imani tare da zaka gansu wahala zaka ga sallar su kan sallar su yadda ka san wasan yara eh sallar su yadda ka san wasan yara karfe 5 da rabi ka duda ka gani tashi su ga yanda suke sallah sai kai mamaki قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال حدثنا ابو الحارث الطاهري قال أخبرنا الحسن ابن محمد ابن حليم قال حدثنا قال أخبرنا الحسن ابن محمد بن حليم قال حدثنا أبو الموجه بفتح الجيم جو مكما نام بكسر الجيم قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أولياء عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب أليس كذلك فصلى فذهب فاغتسل شيء صلى عليه جي وانكا فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة إنك كسجيني يا كي أبو هريرة قال
sai ce ya rasulullah laqitani wa ana junubun ka hadu da ni a lokaci ina cikin janaba wa karitu an ujalisaka sai na bai dace na je na zauna kusa da kai ba wa ana junubun alhali kasancewa ina cikin janaba fa qala subhanallah almu'minu la yajuz sanabi abu hurairah aka samu wannan hukunci an fahimta da ta cewa ta baza ji yaki fa aka nada shi gwamna a madina shi yarke madina abu hurairah an fahimta amma tarakin sa ne kisa sai shine sai yana kuntu ajiran inda ibn affan wa ibnati ghazwan da ni dan ko dago ne ibn affan da ibnati ghazwan zai tafiya ni in je ina tafiya ina musu ina zuga rakuma suna tafiya in aka je aka yada zango ni zan tsinto kiraruwa da za a dafa abinci ita su abin kuntu ajiran inda ibn affan wa ibnati ghazwan ahadu bihim idha saru wa ahtatibu bihim idha nazaru yace da abinda nake yi kenan والحمد لله الذي جعل الدين قواما وابو هريره اماما لا شي ابو هريره يا زما امام يا هذا حديث متفق على صحته اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن اسماعيل بن علي عن حميد الطويل وفيه دليل على جواز تاخير الاغتسال للجنب وفيه دليل على جواز تأخير الاغتسال الجنبي أين محل الشاهد لهذا الكلام ويوانا حديث نانونا چهوا متن يا حالتا متن يدن جنكرتا يجي تبن يوان كان جنبا بيلي فيبا إنازا أسامو وانن تكين جيكي لقوم a kan hanya wata kila zai tsallaka ne da ruwan ayyawanka wata kila zai tsallaka ne da ruwan yanzu jarabar ta samu zai tsallaka bakin titi ya debo ruwa ya zo neman ruwan ne ya fito bakin kofar gida ne zai debo ruwa ya koma gida ya wanka ina jikiri ai ba jikiri ba ke nan da a ce akwai ruwa cikin gidan mai zai fito bakin kofar gida an fito a debi ruwa a shiga a ji a yi jinkiri ke nan ba jinkiri ba ke nan da menene da gina ai ba ana yi wanka don an zama najasa ba ne janaba ce ta kama mutum shi ne ko ya yi wanka ko ya dan jinkirta to shi ne ake so a samu ya yi wanka yanzu dai kowa ya san abin da ya fi kenan to mecece hujjar cewa ya halatta ya ɗaya jinkiri ya shiga ya samu janaba ya fita yana tafiya shi ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama su kai tafiya fa mashaytu ma'ahu hatta qa'ada ba haka bane ba mahallu shahid kenan ko hakaza al-istinbat wa an yasafi hawa'ijihi mutum ya fita ji bukatarsa ya dawo tukun yi wankan janaba wa fi jawazu musafahati aljunubi wa mukhalatatihi ya halatta mutum na janaba ai musafaha da shi a ci abinci da shi ai hira da shi wa huwa qawlu ammati ahli alilmi wattafaqu ala taharati araq aljunubi wal haid yace sun ijma'i cewa in mace na haila ko mutum na cikin janaba ya sa rigar shi je kan ya dawo duk ya ji ke rigar da gumi gumin sa da jisa ne rigar na da tsabti mace ba قال اخبرنا عبد الواحد ابن احمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال اخبرنا شريك عن حسين عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل ثم يستدفع بي قبل أن أغتسل ويدن أنون تشيوى مؤمني بايا زموا هذا جسا ما تستعي ما تكتا تنا تشين جنبا كيف كنا تشين جنبا باتاريو كيبا
sai ka tashi ka riga ta wanka ita tana nan dinkuri tana nan kwanci kenan ko tana zaune kan kujerar menne to bayan kai wanka din kafin ka fita masallaci shi ka dan ji sanyi kana son ka dan ji dimi a jikinta yace sai ka je ka rungube jikinta kama ka rungube jikinta har ka ji dimi ya halatta ko bai halatta ba kasancewarta tana cikin janaba ko haila ta zama na jisa kenan قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول أكثر أهل العلم وكان ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وكذلك عرق الحائض طاهر عند أهل العلم وقال ابن عباس أربع لا يجمع لا أربع لا يجنبنا الإنسان والثوب والماء والأرض الإنسان والثوب والماء والأرض يريد الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب wai dan mutun yaro gumi jikin matarsa tana haila ko tana janaba baya sa shi ma ya zama mai janaba wala saubu idza labisahu aljunubu in mai janaba ko mai haila ko mai nifasi ta dauki riga ta sa tayi gumi yayi gumi aka cire riga aka ajiye sai da kace yana zarni ko yana karni amma bai zama najasa ba wala alardu idza afda ilayhi aljunubu haka kasa da mai junuba ya kwanta ko ya birgima ko ya taka ko wani abu ci kasan ba zama janaba ba walal ma'u yanjusu idza gamasa aljunubu fihi yadahu haka kuma ruwa mai janaba dan ya saka hannunsa cikin ruwa ko mai haila ko mai shige na ruwa ya zama najasa ruwan sunan shi alma'u mutlaqul ma'i wa qala ata'un yahtajimu aljunubu wa yuqallimu azfarahu wa yahliku ra'sahu wa in lam yatawadda yace mai janaba zai je aski ya gyara ya fi an sabubuwa saura minti biyar to hadisan kuma suna eh hadisan suna da yawa ko to an ji hukunci ku to abinda zaka karanta kenan ka samu lafiya wa'annan malamai su ne Allah ya karrama ya mutunta su duk wanda ya ce zai wulakanta su to shi ya fada cikin wulakanci duk wanda Allah ya girmama shi kace zaka wulakanta shi kana ja dawa kenan da wanda ya girmama shi ba wanda ya taba jira Allah ya ci nasara an fahimta Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahumma 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.